إلى وقفتنا حول العالم مع مراسلين مساء العربية، وهذه المرة من باريس مع الزميل العزيز ليث بازاري من هناك من عاصمة النور. ينضم إلينا إذن مراسل العربية ليث بازاري. أهلا بك يا ليث. نتحدث اليوم عن عادات رمضانية من حول العالم وعادات تعد الأغرب في القارة الأوروبية. تفضل ليث. صباح الخير. هيك كنا متعودين نقول لكم، هلا بدنا نقول لكم مساء الخير. واحنا مش بالعاصمه الفرنسيه ابدا، احنا في النورماندي، وهون هاي المنطقه هي غرب فرنسا. بدنا نحكي عن العادات الرمضانيه وكيف يختلف موعد الافطار في رمضان المبارك من بلد الى اخر يعني في اوروبا، وهذا يعتمد اولا على فصل تاريخ ووقوع شهر رمضان. فصيفا يا نادين وسهام يكون وقت الغروب في ساعات متأخرة، قد تصل إلى 10:30 في فرنسا وبلدان غرب أوروبا. أما بالنسبة للبلدان الإسكندنافية وفنلندا فيتغير فتغيب الشمس لبضع ساعات. وعندما زرت أيسلندا أذكر تماما في شهر الصيف أو في كان برضو رمضان، دهشني أسلوب الصيام والإفطار هناك في العاصمة ريكيافيك نظرا لعدم غروب الشمس إلا لساعات قليلة. وهذا يعتمد يعني هناك مسلمو هذه البلد أو أيسلندا الصيام والإفطار على توقيت منطقة البغتاني أقصى غرب فرنسا التي لا تبعد من هذه المنطقة الموجود فيها أنا. أما شتاء في فصل الشتاء فالوضع مختلف، إذ تكون ساعات الصيام في بعض المناطق الشمالية في القارة الأوروبية وحتى خارج أوروبا كمنطقة باتاغونيا أقصى جنوب الكرة الأرضية بين الأرجنتين وتشيلي لا تتجاوز الساعتين يوميا بسبب غياب الشمس الطويل هناك. وفي إفريقيا تحديدا يحث خطباء مساجد الكوت ديفوار أو ساحل العاج المسلمين أو المؤمنون على تقديم المساعدات للمحتاجين حتى وإن كانوا من غير المسلمين. وكمان في إفريقيا ونيجيريا هالبلد نجد فيه السحراتي ليس شخصا منفردا بل فرق كاملة تجوب الشوارع ويحمل أفرادها الطبول. وساحل العاج كوت ديفوار يحثها، طبعا حكينا عن هذا الشيخ وإنه كيف يحث إن مساعدة الآخرين. وفي كتير أشياء يعني تختلف. إذا رحنا مثلا على آسيا الوسطى أذربيجان البلد اللي زرناها باكو يتم تنظيم في بداية رمضان سباقات الخيل، ويتوارث أهل البلاد عادة تحضير صحن إضافي على المائدة، مائدة الإفطار. يعني أنت لفيت على كل الأرضية، كل الكرة الأرضية، يكون في ضيف موجود حتى يتناول. طيب ليث، احنا تلفينا تقريبا مين عم بتنادي بس عندي أغلب بلدان الكرة الأرضية. مين عم بتنادي بالأول؟ عم بنادي الكاميرا لأنه بدنا نعمل شغلة بنادي على الكاميرا الثانية اللي معانا مشان نقدر ناخذكم بجولة ونشوف كيف هون المنطقة، كيف إنه أول مرة بتطلع الشمس بترجع على هذه المنطقة، وهي منطقة نورماندي التي تقع غرب شمال غرب فرنسا. والفرنسيين شوفوا كيف رأسا هلا صارت تقريبا ساعات تقريبا الغروب، هلا الشمس مخفية شوي بالغيوم، بس بنشوف كيف إنه كيف أهل باريس بهذا عيد الفصح هون بفرنسا أكيد الإيستر، بنشوف كيف في كتير انتشار للفرنسيين الذين ينتقلون إلى هذه المنطقة حتى ولو لفترة يومين أو أحيانا في يوم واحد حتى يتنزهوا ويستمتعوا بسطوع الشمس في فرنسا بعد غياب دام طويلا في هذا الفصل. يعني لا يمل منك يا ليث من هذه المشاهد، بنشوف يعني هذا الممشى يعني انتهى الوقت للأسف، انتهى وقت البرنامج، ورح نقول لك من يوم وطالع بونسوار مش بونجور. شكرا جزيلا لك من نورماندي مراسل مساء العربية ليث بازاري. رمضان كريم على الجميع.